اهلا بكل حضراتكم من جديد. زي ما قلنا لكم في الجزء الاول من حلقتنا النهارده، مصر بالفعل بتواصل استضافه كبريات البطولات القاريه على ارضها. النهارده ان شاء الله هتكون انطلاقه كاس الامم الافريقيه لكره اليد في استاد القاهره الدولي، وكمان منتخب مصر هيبتدي من النهارده ان شاء الله ضربه البدايه بقى امام طبعا غينيا في امم افريقيا، اولى مواجهات منتخبنا ان شاء الله. بنتمنى له اكيد كل النجاح وكل التوفيق. عندنا كلام كتير هنتكلم فيه متعلق بامم افريقيا لكره اليد، ودي الملفات اللي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ احمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا رشاد ومنورنا. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وسعيد ان انا موجود معاكم على قناه النادي الاهلي. واحنا سعداء كمان يا رشاد جدا. وخلينا نبدا من الاستعدادات، لان دايما الاستعدادات وفتره الاعداد هي اللي بتكون مؤشر على سير بقى البطوله والمنتخب بتاعك. بتشوف ازاي الاستعدادات بتاعتنا في امم افريقيا وبعد كده ننطلق بقى للبطولات؟ اكيد طبعا، لكن خلينا بس في البدايه احنا طبعا نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم، بما اننا طبعا بنتكلم عن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد. الاستعدادات كانت مهمة جدا بصراحة. الاتحاد أو وفر كل حاجة للمنتخب من البداية. طبعا كان في إيقاف للمسابقات المحلية من فترة كبيرة جدا، يعني من حوالي مثلا شهر 12 حتى هذه اللحظة. طبعا كل ده عامل مهم جدا لمنتخب مصر. منتخب مصر استعد بكل قوة، كان عنده طبعا شارك في الدوري الذهبي، بطولة كانت مهمة جدا. قدر المنتخب مصر ان هو طبعا يفوز على هولندا والنرويج، هي خسارة واحدة من الدنمارك وكانت خسارة طبعا مش كبيرة، لكن احنا عندنا لعيبة مميزة استعد بكل قوة. لعبوا طبعا مباراة ودية قبل البطولة، كانت طبعا البروفة الأخيرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الكونغو الديمقراطية. قدر برضو المنتخب الوطني ان هو يقدر يفوز. عندنا مدير فني، وده اللي هنتكلم فيه، واحنا اتكلمنا قبل كده عن المدرسة الأسبانية داخل النادي الأهلي. عندنا برضو الأسباني خوان كارلوس مدير فني على اعلى مستوى، هنتكلم عنه بشكل تفصيلي. طبعا المدرسه الاسبانيه واضح ان هي عامله مع المصريين عموما شغل عالي على كل الاصعده، لكن هل هي نقدر نقول ان هي السبب الرئيسي في فكره ان احنا بقينا يعني متطورين جدا في كره اليد، والنجاحات المتتاليه اللي كنا بنسعد وبنتشرف بيها في دنيا السكواش بقت تتحقق كمان في كره اليد، ومنتخبنا ليه ثقله على مستوى العالم لدرجه ان حتى يعني خلاص بقينا بنناطح اهم المنتخبات الدوليه في هذه الرياضه؟ اكيد طبعا. المدرسه الاسبانيه عندهم او المدربين الفنيين الاسبان عندهم شغل مختلف، عندهم تطور في الالعاب الجماعيه والالعاب طبعا الفرديه. بنشوف شغل واضح جدا من المدرسه الاسبانيه سواء مع منتخب مصر او مع الانديه، طوروا كتير جدا من اداء اللعيبه. عندك عناصر مميزه، بيقدر هو الفكره ان المدرسه الاسبانيه او المدير الفني انا بشوف ان هو ناجح بشكل كبير جدا، لان هو بيوظف اللعيبه صح في ارض الملعب. لما بيختار حتى القايمه بتاعته بيختارها بعنايه، بيختار اللعيبه اللي هيقدروا ان هم يساعدوا معاه مع الفريق، اللي هيقدروا ينجحوا معاه في الفرقه وياخدوا معاه طبعا كل البطولات ويقدروا يحققوا الفوز في كل المباريات. فمدرسه ناجحه حتى الان. احنا اتكلمنا اكتر من مره عن المدرسه الاسبانيه دي وقلنا ان المدرسه الاسبانيه ناجحه مع النادي الاهلي، لكن دلوقتي احنا بنتكلم عن منتخب مصر. المدرسه ناجحه بشكل كبير جدا مع منتخب مصر. يعني يمكن هو لسه طبعا الراجل ما عملش حاجات كبيره جدا مع منتخب مصر، لكن الشكل اللي احنا شفناه سواء في الدوري الذهبي، البطوله المهمه اللي كانت طبعا استعدادا لمنتخبنا الوطني، او المباراه الوديه، بنشوف أداء قوي، أداء محترم من لعيبة المنتخب. أكيد إن شاء الله هنشوفه في البطولة دي، لأن نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني حامل اللقب سنتين على التوالي، إن شاء الله يكون التالتة بإذن الله. طب أنا هروح معاك لنقطة أنا وكريم كنا بنتكلم عنها في الانترو، هي فكرة أصلاً استضافة مصر لبطولة زي دي وبطولة كبيرة وبتؤهلك لأكبر محفل رياضي عالمي وكل العالم بيتطلع عليه، باريس 2024. فمصر بتستضيف، ومصر مش بس بتستضيف هذه البطولة، مصر بتنظمها وبتخرجها بشكل يليق فعلا بالمستوى العالمي، بالإشادة وإشادة خلينا نقول الجميع. يعني ده مش كلامنا، مش طالعين احنا نقول على نفسنا ده، ودي مش أول مرة تحصل، عملناها قبل كده برضو تحديدا في اليد. بتشوف ده إزاي برضو يا رشاد؟ حاجة كانت بعيدة عننا سنوات طويلة جدا. طبعا أكيد ده شيء مشرف. مصر في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة بدعم طبعا احنا الرياضة المصرية فيها يعني شغل محترم معمول، شغل مبذول، دعم كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية. شفنا مصر ان هي قدرت الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة ان هي تنجح في كل البطولات اللي استضافتها مصر. وعلى فكرة ده مش كلامنا احنا بس، يعني
يعني ده مش كلامنا هنا في مصر ان مصر بتنجح في كل الاستضافات، ده كلام العالم كله. انت بعد اي استضافه بيجي لك اشاده من كل الدول اللي بتبقى مشاركه او دول العالم شافت ان الفتره الاخيره او السنوات الاخيره مصر قدرت بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ ان هي تنجح في كل الاستضافات. شفنا بطولات عديده على ارض مصريه، نجحت مصر ان هي تستضيفها، شفنا ابطالنا موجودين على منصات التتويج دايما، وده شيء يعني يدعى للفخر ان انت في مصر هنا بتشوف بطولات كبيره بتنظمها مصر، بيقدر منتخبنا الوطني ان هو بيكون طبعا بطل في كل البطولات، بنشوف ابطالنا موجودين على منصات التتويج دايما. لكن بصراحه يعني شغل بشيد بيه دايما وبتكلم عليه دايما، وشيء مشرف لمنتخبنا او لمصر عامه بشكل كبير جدا ان هي تبقى ناجحه في كل الاستضافات دي. ولسه عندنا يعني مصر دايما بتقدم على كل البطولات، مصر دايما موجوده ان هي تستضيف بكل البطولات، والحمد لله ربنا دايما بيكرمنا في كل التنظيمات اللي مصر بتاخدها. مصر يعني ربنا بيكرمنا فيها، ومصر بتقدر تنجح نجاح كبير جدا باشاده كل العالم. طيب تعالى بقى نبتدي بقى نتكلم شويه عن البطوله اللي هتنطلق فعالياتها النهارده ان شاء الله، وبمجرد انتهاء حفل الافتتاح هتبتدي بقى ايه مباراتنا امام غينيا، وهتتذاع يا كريم. وهتذاع على قناه النادي الاهلي حفل الافتتاح مذاع على قناه النادي الاهلي، ومباراه طبعا وفي استديو تحليلي لمباراه. توقعاتك للمباراه دي ايه، وبشكل عام رؤيتك للمجموعه اللي مصر فيها؟ خلينا احنا نتكلم بس في البدايه عن البطوله. البطوله طبعا بتستضيفها مصر من الفتره 17 النهارده لحد يوم 27، بطولة مهمة في نسختها ال 26. منتخب مصر زي ما أنا قلت في بداية كلامي إن سنتين على التوالي بيتوج بالبطولة. منتخب مصر متوج بثمان ألقاب، مش الأول أو مش المركز الأول، المركز الأول تتويجاً يعني. مش الأكثر تتويجا أو البطل التاريخي للبطولة، البطل التاريخي للبطولة هو تونس، لكن مصر إن شاء الله بإذن الله. وهيبقى فيها كريم مواجهة مرتقبة ما بين مصر وتونس، يا إما في ربع النهائي يا إما في نصف النهائي إن شاء الله. أنا شايف إن ده هيبقى نهائي مبكر. طبعا نظام البطولة ان بيصعد المتصدر ووصيف المجموعة. من كل مجموعة احنا عندنا 16 منتخب اتقسموا طبعا على اربع فرق. يعني خليني برضه اقول لكم ان المجموعة الاولى بتضم الراس الاخضر والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا، المجموعة الثانية مصر وغينيا والكاميرون والكونغو برازافيل، والمجموعة الثالثة المغرب والجزائر والجابون وليبيا، والمجموعة الرابعة تونس وانجولا ونيجيريا وكينيا. بطولة مهمة جدا، مهمة جدا ليا يا كريم، لأن البطولة دي مؤهلة لأولمبياد باريس 2024. بيتأهل طبعا تاني المجموعة وثالث المجموعة للملحق المؤهل لأولمبياد طبعا باريس. لكن أول خمس منتخبات، لأن احنا ليه دايما بنتكلم على أهمية البطولة؟ لأن أول خمس منتخبات كمان في البطولة هيحصلوا على الترشح لبطولة العالم اللي هتكون طبعا في كرواتيا والنرويج والدنمارك. فبطولة مهمة. منتخبنا الوطني إن شاء الله بإذن الله أنت عندك لعيبة مميزة. خلينا برضو إن احنا نتكلم عن قائمة الفريق واللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر. طبعا عندنا القائمة 20 فريق، بيختار منهم طبعا 18 لاعب في الاجتماع الفني لكل مباراة و16 لاعب للعب قبل طبعا انطلاق المباراة. عندنا في حراسة المرمى حراس مميزين جدا زي كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار. عندنا في الجناح الايسر احمد هشام سيسا ومازم رضا، عندنا الظهير الايسر علي زين، عندنا كمان عبد الرحمن فيصل وحسن قداح، عندنا في صانع الالعاب احمد خيري ويحيى الدرع وسيف الدرع، وعندنا ظهير ايمن يحيى خالد ومواب سعيد ومحسن رمضان. في الجناح الايمن محمد سند واكرم يسري، وفي الدايره ابراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم واحمد عادل وخالد وليد. لعيبه مميزه جدا، اسماء كبيره جدا لمنتخبنا الوطني، ان شاء الله ان هم يقدروا يصنعوا الفرق. انت عندك برضو مجموعه كبيره من لعيبه النادي الاهلي موجوده في المنتخب. دايما احنا لما بنقول ان الاهلي دايما بيبقى القوام الاساسي او القوام الرئيسي لكل الرياضات في كل الرياضات بيكون من النادي الاهلي. فانت عندك النهارده لعيبه مميزه جدا، لعيبه تقدر تصنع الفرق، واحنا شفنا منتخبنا الوطني. يعني كمان شيء مهم جدا نتكلم عنه النهارده وهو الحضور الجمهوري. يعني حضور الجماهير النهارده 15000، طبعا خدنا موافقه على حضور 15000 متفرج، فده شيء مهم جدا. دايما الناس تقول لك احنا بنهتم دايما بكره القدم اكتر، لكن لا، مش العكس. الجماهير المصريه دايما بتشجع الالعاب الجماعيه برضو اكتر،
وكمان المنتخب الوطني لكرة اليد ليه جماهيرية كبيرة جدا، ان شاء الله الجمهور يبقى عامل مهم جدا النهارده في المباراة. عندنا لعيبة مميزة، عندنا جهاز فعل طبيعي جدا من الجماهير لما تلاقي ان في منتخب ما لمصر في رياضة من الرياضات عامل شغل مشرف وعامل شغل محترم وبيناطح كبار العالم، طبيعي ان احنا لازم ندعم. اكيد منتخب مصر نجح في كل الاختبارات اللي خضها سواء من بطولات او من مباريات وديه. ناس كتير ممكن تقول لك اصل احنا في الدوري الذهبي اتغلبنا من الدنمارك. انت اتغلبت من بطل عالم، ده بطل عالم طبعا. وانت اتغلبت من الدنمارك فرق قليل جدا، يعني انت مش بالنتيجه الكبيره في لغه كره اليد زي ما احنا بنتكلم، انت بتقابل هي يمكن حاجات بسيطه او غلطات بسيطه بتحصل بتخليك ان انت ممكن تخسر المباراه او مثلا تتعادل، لكن انت كنت ند قوي لمنتخب الدنمارك بطل العالم. فالنهارده ان شاء الله منتخب مصر امام غينيا هيقدروا ان شاء الله يحققوا الفوز باذن الله. انت عندك في مجموعه طبعا مش هنقول سهله لكن هنقول طبعا صعبه، لان دايما البدايات بتكون صعبه في اي بطوله. انت عندك النهارده مباراه انت افضل وانت احسن، معاك جهاز فني قوي، معاك لعيبه مميزه، تقدر ان انت تكسب؟ لا، ده احنا دايما مش بنتكلم عنه، احنا بنتكلم ان احنا بندخل كل مباراه وهي مباراه صعبه للغايه بالزبط. عشان تقدر توصل للادوار اللي بعد كده. بص هاخد من كلامك الحضور الجماهيري شيء وامر رائع جدا، والرقم او العدد ده جيد جدا، وفي نفس الوقت هو مع الحضور الجماهيري ده لازم يكون في يعني بث للمباريات، وده اللي حاصل بالفعل ودي الأول مرة، فلازم نأكد على هذه المعلومة. قناة الأهلي هتكون بتبث هذه المباريات والماتشات، فشغل محترم ومهم جدا. أنت كمان لما تتكلم أنا محتاج يبقى في دعم كبير ومحتاج يبقى في سبونسرز، طب عشان سبونسر يجي لبطولة لازم يكون في إذاعة للمباريات أصلا، فهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فشغل محترم من شركة استادات، وطبعا بالتنسيق مع القناة عندنا قناة النادي الأهلي، فده شق كان لازم نشيد بيه الصراحة. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم معاك فيها برضو يا رشاد، إحنا عندنا يعني منتخبات هنواجهها منتخبات برضو قوية جدا فنيا، وفي منهم يمكن متفوق عليك لسنوات ماضية. أنت دلوقتي بتنافس وبتنافس بشراسة، لكن في منتخبات يعني بلغة الأرقام هي أعلى منك. صحيح. المنتخبات دي هل انا عايز اعرف بقى منك، هل اعتمدت في تطويرها لهذه الرياضه على مديرين فنيين وكوادر محليه، ولا برضو كانت بتستعين بخبرات اجنبيه؟ واحنا كمصر امتى ممكن نوصل لمرحله نعتقد احنا عندنا في كره اليد ابطال كتيره جدا؟ احنا كمان وصلنا دلوقتي الحمد لله. هل احنا ممكن نوصل ان احنا نجيب مدير فني كمان ونستعين به محلي؟ اكيد طبعا. عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا نهاوند، ان كل الفرق او كل المنتخبات بتعتمد دايما على العناصر المميزة، بتعتمد دايما على الأجهزة الفنية، الكل استعان طبعا بخبرات سواء خبرات أجنبية أو لعيبة طبعا مميزة أو لعيبة محليا. فالمنافسة بقت صعبة. أنت الأول مثلا كنت القصة منحصرة ما بين مثلا البطل التاريخي اللي هو احنا كلمنا قلنا عليه تونس ومنتخب مصر. أنت عندك منتخب قوي، الفرق مش كبير جدا، أنت منتخب تونس 10 ألقاب، منتخب مصر 8 ألقاب، إن شاء الله بإذن الله يقدر أن هو يحقق اللقب ده عشان يبقى اللقب التاسع، ويقدر أن هو خلاص يواصل طبعا لحاقه بمنتخب تونس البطل التاريخي ليه طبعا بطولة كاس الأمم الأفريقية. مين تاني تخاف منه غير تونس في النسخة دي من البطولة؟ أنا من وجهة نظري هو تونس، يعني تونس هو أقوى، لأن ده زي ما احنا قلنا هو البطل التاريخي بعشر ألقاب، الفرق مش كبير جدا ما بينك وما بين منتخب مصر، إنما منتخب مصر قادر، عنده لعيبة مميزة، عنده جهاز فني محترم. لكن خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا ويمكن اتكلمت فيها في داخل النادي الأهلي، هو المستقبل والاعتماد على الشباب. يعني احنا بنشيد طبعا بمنتخب الشباب اللي لسه طبعا متوج ببطولة استادات، البطولة المهمة اللي بنشكر شركة استادات عليها، البطولة اللي كانت بصراحة رائعة، بتضم طبعا منتخبات قوية جدا زي منتخب المجر ورومانيا. فده الشغل الواضح وتقرر انها هتبقى موجودة بشكل سنوي، يعني صحيح. كل سنة هتقام اكيد طبعا. لكن خليني هي النقطة المهمة جدا وهي الاهتمام بالشباب، ان انت يبقى عندك عناصر، انت مش عندك عناصر خبرة بس في الفريق، لا، لكن عندك اعتماد على الشباب اللي يقدروا ان شاء الله يكونوا مستقبل لمنتخب مصر ويكونوا موجودين مع الفريق الاول في السنوات القادمة ويقدروا يحققوا البطولات. فالاستعانة هنا نهاوند بالخبرات مش في الأجهزة الفنية بس، هي الاستعانة بالأجهزة الفنية والاستعانة كمان باللعيبة. لكن احنا في مصر هنا الحمد لله قدرنا ان احنا سواء بنستعين بلعيبه مميزه من كل الانديه
او باجهزه فنيه اجنبيه زي طبعا الاسباني اللي موجود مع منتخب مصر، لكن منتخب مصر ان شاء الله يقدر يصنع الفريق، لان انا براهن على منتخب مصر. احنا عندنا لعيبه مميزه جدا، ويمكن لما بنشوف مباريات منتخب مصر دايما بنشوف فيها اداء قوي، اداء بنشوف ان اللعيبه بيقدموا كره يد محترمه. فان شاء الله في تطوير في الاداء رائع جدا. وهقول كمان من 2020 يعني الوضع صحيح. مختلف تماما، واسماء كبيره وجيل بيجي ورا جيل او بيسلم جيل صحيح جيل. لان احنا ابطالنا يعني في تطور كبير جدا في الرياضه المصريه، مش على الالعاب الجماعيه بس لا، ولكن في الالعاب الفرديه بنشوف ابطالنا موجودين على كل منصات التتويج، بيحققوا طبعا القاب وبيرفعوا اسم مصر في كل العالم. فنتمنى التوفيق ان شاء الله النهارده لمنتخبنا الوطني، يقدموا مباراه كبيره، لان النهارده انا بقول دايما البدايه هي بتكون صعبه. النهارده ماتش صعب، لكن ان شاء الله منتخب مصر يقدر يحقق الفوز. انت معاك مجموعه مش سهله، تقدر ان شاء الله تحقق كل الفوز في دور المجموعات وتتاهل، لان انت زي ما انا قلت انت هتروح في ربع النهائي او في نصف النهائي، لان انت طريقك هو مجموعه تونس، فانت طريقك تونس، فده نهائي مبكر. ان شاء الله تقدر تكسب تونس في ربع النهائي او في نصف النهائي، تحصل على اللقب باذن الله، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. طيب بص بقى، احنا معانا مكالمه مهمه جدا، دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد هو معانا على التليفون. يا دكتور محمد طبعا في البدايه بصبح على حضرتك، صباح الهنا يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح كده السعاده والانتصار باذن الله باذن الله للرياضه المصريه ككل. بصراحه احنا مطمنين، خليني اكلم حضرتك وانقل لك المشاعر اللي عندنا، مش احنا بس يعني الناس اللي بتتابع والناس اللي بتحب هذه الرياضه، في نقله نوعيه في كره اليد، ومش سنه او اثنين او موسم او اثنين، لا بقى لها كذا سنه يا فندم، فده يدل على نجاح داخل الاتحاد ونجاح كمان في الاداره. فخلينا نبدا من النقطه دي، وحضرتك يعني تطلعنا على اسباب التطوير اللي حاصل فعلا وبشكل ملحوظ لكره اليد المصريه، اتفضل يا فندم. طبعا انا بشكرك جدا، لكن انا يعني عايز اوضح انها لما بتتكلم عن كره اليد كرياضه موجوده في مصر بتاريخها السابق لازم نقول عناصر نجاحها كلها، فاحنا بنقول قائد هذه المنظومه كان الدكتور حسن مصطفى، وطبعا دعم الدكتور اشرف صبحي كوزير للشباب والرياضه، لكن معانا بقى نواحي فنيه كثيره جدا. معايا سيادتك؟ مع سامعين حضرتك كلنا، اتفضل يا دكتور. طيب، في نواحي كثيره جدا ما ننكرش فيها الانديه. الانديه هم العناصر الاساسيه والعامل المهم جدا في ان يبقى عندنا لاعب كره يد. يعني نادي الاهلي، الانديه كلها، ده نادي كل انديه المحترفين. الأندية باهتمامها باللعبة وباهتمامها بلاعبيها وقبليهم أولياء الأمور مع السن الصغير، فاحنا بناخد منظومة متكاملة. الاتحاد بعد كده من خلال المنتخبات ومن خلال إن احنا نبدأ بتخطيط علمي سليم، بيبقى فيه كل المراحل السنية، احنا مش عايزين نقع في النص. عندنا أربع منتخبات رجال وأربع منتخبات سيدات. المنتخبات دي بتاخد نفس المجهود، اقل منتخب زي منتخب الاول. رائع ليه برنامجه وليه احتكاكاته وليه مباريات ومعسكرات وفي شغل جدي جدا. حلو. وبالتالي بنلاقي عندنا ذخيره كبيره جدا من اللاعبين. اللاعب المنتخب الاول كان في عندنا اصابات كتير جدا. الحمد لله احنا كنا ماشيين في اتجاهين مع المدرب بسطور، ده مدرب واعي وفاهم ومتميز جدا وليه مكان مكانته العالميه. كان اهتمامه كنا عاملين منتخب فيه ومنتخب الشباب اللي احنا شفنا في اخر لقاءاته، فزنا بالدوره هنا في مصر مع المجر ومع رومانيا، ولاعب بعض الفرق الكبيره وهزمها، منتخبات كبيره لها اسمها. فيعني معناه احنا بنطمئن على لاعبينا الحاليين وعلى الصف الثاني والثالث وللنهايه لغايه مواليد 2008. ما عشان كده تبقى النتيجه الطبيعيه في النهايه هذا النجاح المدوي اللي انتم محققينه. فندم دكتور محمد، احنا كنا بنتكلم شويه مع طبعا زميلنا الاستاذ احمد رشاد، من ضمن الحاجات المميزه لمنتخبنا، والكلام ده مش في يعني مش في الفتره الحاليه، ده من فتره طويله الحقيقه، فكره الاستعانه ب يعني او عمل معادله كده، عايز اعرف من حضرتك حتى نسبتها متحققه الى اي درجه
في الجيل الحالي اللي بيشارك في المنتخب الأول حاليا لكرة اليد، نسبة الشباب اللي فيها بالمقارنة بالتطعيمات اللي بتعملوها لأصحاب الخبرات الكبيرة، نسبتهم قد إيه في الجيل الحالي أو في المنتخب الحالي المنتخب الأول طبعا؟ لا احنا بدأنا بالفعل من دلوقتي بعض النجوم اللي عامل السن بقى مهم بالنسبه لنا، ان هم ناس يعني كبرت او ناس بناخد خبراتهم اولا، لان دول عناصر يعني مش ممكن الاستغناء عنهم بسهوله. لكن في كل مركز من المراكز دي بنحط خمسه تحديد، خمسه من الشباب جاهزين وبيتدربوا مع الفريق الاول وبيعملوا تدريبات فرديه، وده المهم جدا. يمكن الرياضه المصريه ناقصها او يعني مش بالشكل الكامل في رياضات كتير، ان احنا التدريب الفردي، ان احنا بنشوف بناخد الديتيلز اللاعب ده ناقصه ايه بالظبط، فبيشتغلوا عليه محلل اداء ومخطط احمال عشان نرجعه للحاله دي وبيرجع تاني للمنتخب وهكذا. عملية الدخول في التفاصيل دي هي اللي بتعمل لعيب كويس. طيب أنا عندي سؤال يا دكتور محمد، برضو يعني بنحاول ناخد من حضرتك أكبر كم من المعلومات من خلال المداخلة. في اتحادات للأسف الشديد بتعاني من نواقص مادية، مشاكل إدارية وحاجات من هذا النوع للأسف الشديد بتؤثر بعد كده على يعني هي أقول النتائج، وبتؤثر على اللعيبة، وبعض اللعيبة للأسف الشديد والأبطال المصريين بيتجهوا للهروب للخارج أو اللعب بأسماء ويعني خلينا نقول جنسيات دول أخرى. الاتحاد المصري لكرة اليد محافظ جدا على اللعيبة، بيشتغل بشغل محترم، ما عندوش نواقص مادية. عشان كده لما جيت بدأت سؤالي مع حضرتك قلت لك في نجاح داخل الاتحاد ملحوظ، لأن أنتم موفرين أعتقد كل الأمور اللي البعض من الاتحادات الأخرى عنده نواقص فيها، فدي تجربة ناجحة. يعني عشان كده أنا عايزة برضو حضرتك تطلعنا على خلفيات هذا الموضوع. تفضل يا فندم. أنا هقول لك حاجة مهمة. أولا بالنسبة للناحية المادية، فإحنا بنعتمد بجزء كبير جدا على التمويل الذاتي، بمعنى ان عندنا مجموعه من الرعايه، ولكن على كل اتحاد انه يثبت جدار ويثبت تفوق ويثبت تميز عشان الناس كمان تبدا ترتبط بيه. صحيح. هو اي راعي عايز ايه؟ عايز يكون له مكانه ومكانه مسموعه ومرئيه وليه كيان عشان يدخل معانا، فاحنا بنحقق ده، فبيتحقق لنا بالتالي بعض الشركات الراعيه اللي ليهم دور كبير جدا 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 في دعمنا ماديا. الجزئيه الثانيه، ليه بقى لعيبتنا ما بتطلعش؟ وده الكلام ده في يعني انا عضو لجنه علميه في الوزاره، ليه الكلام ده ما بيحصلش؟ لان احنا عاملين اللاعب طالما بينضم لينا كمنتخب، انا بحافظ على النادي وعلى المنتخب بانه بيكتب عقد حتى ولو صغير مع ولي الامر متضامنا، اللاعب ده ما يقدرش حد ثاني ياخده. وانا اقول لسيادتك في لاعبين مشيوا ورجعتهم تاني بالقانون بقى، رجعتهم تاني بالقانون بالظبط كده. لكن انا الامور ان احنا طبعا حوالينا يعني مش عايز اقول لا اتهامات ولا شيء، لكن انا عايز اقول ان المغريات كتير جدا بالنسبه للاعب، والنضج والفهم لسه يعني بيبقى مع الصغيرين كويس. بعد شويه بتلاقيه لا عارف يعني ايه قيمه بلده وقيمه وطنه وقيمه انتمائه، فبيتردد وبيرجع تاني. حتى لاعبين كبار طلبوا فتح عقودهم ورجعوا تاني. كويس قوي ان انتوا واخدين بالكم من كل التفاصيل دي، الحقيقه يعني شيء محترم جدا. انتوا عاملين شغل اكتر من ممتاز، والحقيقه يعني التداعيات والايجابيه كل يوم والتاني. احنا حتى في برنامجنا هنا بصفه خاصه بنتكلم دايما كلام مقترن بالاشاده فيما يتعلق بكره اليد، فطبعا يعني كيب اب ذا جود جوب زي ما بيتقال. حضراتكم عاملين شغل ممتاز، وبنتمنى اكيد كل النجاح والتوفيق لمنتخبنا الاول ابتداء من النهارده في مشاركته في امم افريقيا. كل الشكر لحضرتك. شكرا كمان ليك يا دكتور. شكرا دكتور محمد الامين. اتمنى سعاده مصر كلها يا رب. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جدا. كلام حلو. والمنظومه لما بتكون ناجحه بتصدر لك نجاح، يعني أكيد. امر او معادله طبيعيه جدا. للاسف الشديد انت عندك لسه بعض الاتحادات فعلا اللي بتعاني، وبالتالي الابطال منهم بيعاني، وبالتالي احنا كمصر بنعاني من نواقص موجوده او نقص في ميداليات ورانكينجز موجوده خاصه بالرياضات دي. على كل حال يعني رشاد عشان الوقت بيجري، انا عايز اروح معاك برضو لبعض التفاصيل الخاصه بقى بهذه البطوله. ايه اكتر منتخبات من وجهه نظرك فنيا
مفروض ان احنا مش هقول نقلق بس مفروض ان احنا نجهز ليها بشكل كامل. ايه هي المنتخبات اللي ممكن نقلق منها يعني بس بشكل فني مش نقلق منها بامر اخر؟ خلينا غير تونس طبعا يعني غير تونس. لا خلينا احنا خلينا بس في البدايه احنا نتكلم على مجموعه مصر. انت مجموعه مصر معاك طبعا غينيا ومعاك الكاميرون ومعاك طبعا الكونغو، فدي طبعا مباراه قويه، مباراه ان شاء الله باذن الله منتخب مصر ان هو يقدر يحقق الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات ويتاهل. انت هتروح بعد كده لمواجهات قويه. انت عندك طبعا انت عارف ان دور الثمانيه خروج المغلوب ما فيهاش اي طبعا كلام، فانت عندك هتروح يا اما في ربع النهائي يا اما في نصف النهائي لتونس. أيوة. فانت المواجهه هتكون رايح 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 رايح، يعني انت يا اما هتصادم بتونس في ربع النهائي يا اما هتصادم بتونس في نصف النهائي، فانت كده كده رايح للمنتخب ده. فانت يعني قدرت ان انت تحقق الفوز على منتخب تونس، خلاص انت الامور بالنسبه لك هتكون اسهل نسبيا في البطوله. جمله رايح لتونس رايح معنى كده ان انت مش حاطط في اعتبارك ابدا ان ممكن تحصل اي حاجه تعرقل المروحه دي؟ لا ان شاء الله باذن الله. انت عندك يعني لو بنتكلم على الورق انت هتقابل النهارده غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل، يعني منتخبات من وجهه نظري في المتناول يعني من وجهه نظري مش ممكن تكون صعبه بدرجه الصعوبه اللي احنا بنتوقعها في المباريات، لان انت عندك منتخب قوي، انت منتخب قوي، انت لسه راجع من احتكاك قوي، انت بتلعب هولندا، بتلعب النرويج، بتلعب الدنمارك، مباريات قويه جدا، بتلعب الكونغو الديمقراطيه، بتقدر ان انت تحقق الفوز، فانت عندك مش مواجهات قويه يعني بالنسبه لي بتبقى سهله نسبيا، لان انت عندك عناصر واسامي كبيره جدا داخل المنتخب في كل المراكز، انت مش عندك مثلا في مركز معين لعيبه اقوياء، انت عندك في كل المراكز، حتى مركز حراسه المرمى انت عندك حراس على اعلى مستوى، فانت هتعدي دور المجموعات ان شاء الله باذن الله وتفوز في الثلاث مباريات، هتروح بقى للاصعب بعد كده، فانت المواجهه بالنسبه لي او من وجهه نظري الاصعب فنيا هي تونس. ان شاء الله باذن الله، لكن منتخب مصر قادر ان شاء الله على الفوز والوصول للنهائي باذن الله. طيب هكلمك في نقطة أخيرة عشان تقريبا ده هيكون يعني الوقت وقتها أو بعدها خلص. زمان كنا بنسمع ان موضوع الاحتراف فيري ليميتد او محدود. مقتصر محدود جدا، مقتصر على يعني ناس معينه او بنسب معينه. دلوقتي الموضوع اختلف تماما عالميا، بقى في احتراف بشكل كبير جدا، حتى صحيح. باب الاحتراف في مصر على فكره بقى مسموح بيه. هل انت بتعتقد من وجهه نظرك الاحتراف يفيد ام يضر يعني من وجهه نظرك؟ وفي نفس الوقت لو انا هتكلم ان انا عايز استعين بخبرات اجنبيه، هل ده يتنافى مع فكره ان انا بدور على مدير فني محلي وكوادر محليه ناجحه عشان تكملي المنظومه؟ يعني هي معادله شويه تلخبط بس عايزين نفهمها. اكيد هي معادله صعبه، لكن انا بتكلم عن ان انت عندك لعيبه مميزه، يعني منتخب مصر بيضم عناصر مميزه ومحترفين بره، فانا بالنسبه لي الاحتراف لا مفيد. مفيد ليه؟ لان اللاعب لما بيتجه للاحتراف، لكن انا دايما مع حته ان انا لما احترف يبقى بموافقه النادي، يعني انا لو انا عايز اروح احترف بره فبموافقه ناديه، يعني او لو انا مثلا محتاج ان انا اروح لاي نادي ان انا اعمل معايشه او اعمل دراسه هناك بتكون بموافقه الانديه اللي انا بلعب فيها هنا داخل مصر. ده وفقا حتى للعقد يعني. هو بيدور او اللاعب بيدور على حته ان هو لما بيطلع بره بيزيد خبرات وبيبقى فيه احتكاك قوي. انت عندك هنا طبعا مع احترامي طبعا وتقديري لكل الفرق، لكن بره بيبقى فيه احتكاك مدارس قوي تانية. ومدارس تانية مختلفة بيقدر ان هو يتعلم منها، بيقدر ان هو يطور، واكيد طبعا بيجي ان هو ما بيبقاش موجود طبعا مع فرقته بره طول الوقت، هو لما المنتخب او النادي بيحب ان هو يستعين بيه بيكون موجود مع الفريق، لكن بيديله احتكاك قوي. فانا مع الاحتراف، الاحتراف اكيد طبعا في كل الرياضات. في كل الرياضات. طب امال احنا ليه ما عندناش ده في كل الرياضات؟ حتى في كره القدم بنرفض احتراف بعض اللعيبه. احتراف بموافقه يعني احتراف بموافقه انديتي او بموافقه مصر، ما اروحش انا مع ضد فكره ان انا يروح يهرب عشان يهرب عشان يلعب باسم دوله ثانيه. لا انا لو عايز اروح احترف مصر مش هتقف قدام اي رياضي، انا لو عايز اروح احترف او اروح ان انا اكون موجود في مكان اخد منه خبرات وجاي عقد فيه فايده ليا، مفهوم النادي ما يوقفش في مصر، النادي اللي هيقف معايا ولا مصر هتقف معايا في اي شيء. فلا الاحتراف مهم جدا،
لكن انا مع ضد فكره طبعا ان لاعب يهرب من 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 مصر او من دولته عشان يروح يلعب باسم دوله ثانيه. انت روح واستفاد من الاحتراف لكن ترجع للاصل هو مصر. احنا بنشكرك على وجودك معنا النهارده، وقتنا للاسف انتهى يا رشاد، بس الحقيقه قراءه كان العاده ممتازه جدا، بنشكرك عليها، شكرا جزيلا، نورتنا. انا اللي بشكرك يا كريم، وبشكرك انا هوند، وببقى سعيد جدا والله لما ببقى موجود معاكم. واحنا كمان يا رشاد بشكرك جدا، وقراءه بتتميز وبتتطور مره عن مره حقيقي. هنروح فاصل ونرجع للفقره الاخيره، خليكم معانا، وهينورنا الاستاذ جمال الزهيري والحديث عن طبعا افريقيا، خليكم معانا.